مساء الفل يا الف، اخباركم ايه النهارده؟ يا رب يكون كله تمام وكل خير. النهارده عايز اكلمكم في حاجه لطيفه جدا ومهمه. خليني ابتديها واقول لكم جريت انتربرينورز او جريت منتورز او الجريت كوتشز او الجريت ليدرز او السي اوز عندهم حاجه كده كومن ما بينهم. ايه هي الحاجه الكومن دي وهي حاجه كويسه؟ انهم ليهم نظره او انتويشن يقول لك البني ادم اللي قدامه ده او اللي هو شايفه او اللي هو بيتعامل معاه هينجح المستقبل ولا لا. تقول لي ازاي؟ اقول لك مثلا لو احنا عندنا كده تكنولوجيا تيجي تقول لك تعرفك ان مثلا ايلون ماسك هيبقى ايلون ماسك قبل ما يبقى ايلون ماسك، تعرفك ان زوكربيرج هيبقى زوكربيرج قبل ما يعمل فيسبوك و و و وهكذا. تقدر تعرف اللي قدامك ده هينجح ولا لا. دي حاجه الجريت كوتشز والانتربرينورز والمنتورز عندهم الانتويشن دي، عندهم الحس دي. هقول لك النهارده على 7 حاجات ممكن تبتدي انت تلاحظها في الناس اللي حواليك وحتى ممكن تطورها من نفسك. فخلينا نبتدي نقول نمره 1، الحاجه اللي انا بشوفها في البني ادم اللي قدامي اقول ده ممكن ينجح ولا لا، اقول له ان هو اكستريملي كومبيتيتيف، يعني منافس بدرجه كبيره جدا. يبقى هو عايز يعمل الحاجه احسن واحد، اسرع واحد، واكبر من اي حد تاني. يبقى عندهم الكومبيتيشن جواهم عاليه جدا. لما تشوف واحد تلاقي الكومبيتيشن عنده عاليه جدا تعرف في بوسيبيليتي عاليه ان هو ينجح. نمره 2، بيحبوا يخلصوا اي حاجه هم بتبنوها. بمعنى ايه؟ دي لايك تو فينيش ثينجز اني تايم. بمعنى ايه؟ حتى لو هو بيقرا كتاب، بيلعب بازل، بيلعب فيديو جيم، مش هيتحرك لغايه لما يقفل الصفحه دي تماما. دي لايك تو فينيش ثينجز ريجاردلس هي ايه بالظبط. في ناس كتير تيجي تقول لي والله انا النهارده قريت صفحتين من الكتاب ده او 2 شابترز من الكتاب ده بس لسه عندي 30 كتاب ما قريتوش. يا جماعه دي علامه، اتس ساين. الناس اللي عندها مستقبل او هتنجح بدرجه كبيره جدا بتبقى بتقفل اي حاجه بتديها، دي فينيش ثينجز. خلينا نتكلم في ثالث حاجه دايما السيركل بتاعتهم او النتورك بتاعتهم اعلى منهم، اعلى منهم من ناحيه الدخل، اعلى منهم من ناحيه اللايف ستايل، اعلى منهم من ناحيه المينتلي، اعلى منهم من ناحيه المايندفول، الهيلث. دايما النتورك بتاعتهم اعلى منهم، لان في الاخر دي فورمولا ودي ايكويشن، هم هيعلوا للنتورك. تلاقي دايما الناس اللي مش ناجحه او بتحاول تنجح او مش هتنجح، تلاقي دايما النتورك بتاعتهم اقل منهم. ليه؟ لان هم دايما عايزين يحسوا ان هم اللي كبار، هم اللي جامدين. دول ما بيوصلوش ولا بينجحوا. الناس اللي عايزه تنجح دايما بتخلي النتورك بتاعتهم اعلى منهم، تبقى بلاتفورم عشان يروحوا للنكست ستيب بتاعتهم او النكست موف بتاعتهم. نمره 4، مخهم ما بيقفش. دي نيفر ستوب ثينكينج. بمعنى ايه دي نيفر ستوب ثينكينج؟ ممكن تبقى قاعد تتكلم مع واحد كده تلاقيه طب انا لو عملت كده ممكن الموضوع يبقى احسن، طب لو عملته بالطريقه الثانيه ممكن يبقى احسن. او يجي يقول لك والله لما الموضوع اللي اتكلمنا فيه من 3 ساعات او من 4 ايام فاتوا، ايه رايك لو عملناه كده او كده او كده؟ هتلاقي دايما مخه ما بيبطلش، مخه دايما بيشوف يعمل حاجه احسن اسرع بطريقه ثانيه. Their mind never sleeps or never stops. نمره 5، هتلاقي دايما كريديبل بيبل حواليه او كريديبل نتورك بتاعته دايما بتقول ان البني ادم ده هيوصل. خليني اديكم مثلا، عندنا واحد اسمه احمد، هتلاقي المنتور بتاع احمد بيقول احمد ده ان شاء الله هينجح، هتلاقي الكوتش بتاع احمد يقول لك احمد ده هينجح، هتلاقي المدير بتاع احمد يقول لك احمد ده هينجح، هتلاقي مثلا عم احمد بيقول لك ده احمد هينجح. دي ناس كريديبل عندها ثقه، لان الناس دي عايشه مع احمد، شايفه احمد بيعمل ايه كل يوم، عاداته وتقاليده، بيتحرك لهدفه ازاي كل يوم. فتلاقي السيركل اللي حواليه الكريديبل بتقول ان البني ادم ده هيوصل. نمره 6، هتلاقي الناس دي دايما بتبقى عايز تتعلم. They always students always hungry to learn. بمعنى ايه؟ انا عايز ادور على المعلومه دي، اشوف المعلومه دي، اشوف اعمل الحاجه دي بالطريقه الثانيه ازاي تخليني اوصلها اسرع وبنتيجه احسن. دايما they're learning الحاجات الجديده والحاجات دايما in depth. بمعنى ايه؟ بيخشوا في عمق الحاجه اللي بيقروها وبيتعلموها عشان يقدروا يطلعوا منها فاليو ونتيجه احسن. They're always learning they're always students. نمره 7 واخر حاجه ودي اللي انا بحبها، عندهم هوس obsession. مش عندهم بس passion لحاجه، عندهم obsession. بمعنى ايه obsession او هوس؟ ان انا في حاجه انا حاططها في دماغي انا هعملها، يعني هعملها whatever. لما انا احط حاجه في دماغي ان انا هعملها هعملها، هتلاقي مخي دايما بيشتغل in a creative way، بيشوف لي طرق ازاي اوصل للحاجه اللي انا عايزها. فانت لما تلاقي ناس عندها هوس بحاجه معينه بتفكر فيها دايما وشغال عليها دايما، الناس دي هتنجح لانها هتوصل، مخها هيوصلها للحاجه اللي هي عايزاها. دي كده 7 حاجات، بصوا عليهم وبرده ابتدوا تراقبوا الناس اللي حواليكوا، مين عنده ده ومين عنده ده، وبرده بصوا على الحاجات دي عندكم، قيموا نفسكم في 7 حاجات، ايه اللي تقدروا تعملوه تزودوا الحاجه دي عندكم عشان كلنا ان شاء الله ننجح.